اعتقد حكامنا لها الدور الأبرز بتشجيع الشباب أصحاب المشاريع والإبداعات، وعلى ذلك كرم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الشاب عويد السباعي مؤسس نادي كتابي، وذلك بعد فوزه بالمركز الثالث كمشروع ثقافي على مستوى المملكة. طبعا احنا هنا من برنامج سيدتي نبارك لعويد السباعي على هذا التكريم وألف مبروك لك. وينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من الشرقية عويد السباعي. اهلا فيك عويد. حياكم الله، وأحب أشكركم في البداية على هذه الاستضافة. أهلا فيك. بداية عويد ألف مبروك على هذا التكريم اللي هو مش بس لك ولكل الشباب والشابات السعوديات، لكن حدثني تحديدا عن إحساسك وقت ما كرمك الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني هذا شرف عظيم وشيء مو بسيط صراحة، أنه جهد تطوعي مني أو من مجموعة من الشباب اللي يعملون معنا أن يصل بنا إلى أن نكرم من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين. هذا هو أشبه ما يكون بنقلة نوعية لنا، سواء على المستوى الشخصي أو النفسي أو حتى نقلة للمشروع طبعاً. أن يصل إلى هذا المستوى العالي من التكريم. هذا طموح حقيقة أي شخص يعيش على هذه الأرض، أن يكرم من قبل القيادة الكريمة، والقيادة الكريمة داعمة لنا كشباب في كل التوجهات ولله الحمد. وأيضا تعزز هذا الدعم بوجود رؤية كرؤية المملكة 2030، والتي ترتكز أصلا على الشباب ويكون قوامها ومحركها الرئيسي الشباب الواعي المثقف القارئ. بالتالي حينما نتحدث عن تكريم القيادة، وحينما نتحدث عن هذا التكريم لمشروع ثقافي ومعرفي، فكل هذه النقاط بإذن الله هي محفز لنا ودافع قوي للاستمرار ولبذل المزيد والمزيد من لهذا المجتمع. نحن من المجتمع السعودي وإليه بإذن الله، والحمد لله على التكريم، وبإذن الله أن متفائلين أيضا بالمستقبل. جميل. عويد، قل لي كيف كان تنفيذ مشروعك وكيف كنتوا تعدون له؟ طبعا عمر المشروع 5 سنوات تقريبا. سبق هذا المشروع أفكار وتعثرات، انطلاقات لم تكتمل، إلى أن أتت فكرة النادي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام، نشر اقتباسات، نشر بعض القراءات عن الكتب. وجدت أن في تفاعل عالي من المجتمع، فيعني شكلت فريق عمل بسيط، فريق عمل تطوعي، نستعرض بعض الكتب وإلى آخره. ثم بعد ذلك يعني توسعت الفكرة إلى إقامة أشبه بالأمسيات الثقافية، المشاركة في معارض الكتاب مثل معرض الرياض، أيضا مساعدة الجهات ذات العلاقة والعمل معها لإنجاح أعمالها وإنجاح أعمالنا نحن أيضا كنادي تطوع القراءة. الجهات أعني جهات مثل وزارة الثقافة والإعلام، المكتبات العامة في المملكة ككل، فيه مرافق خدمية ثقافية هائلة جدا في السعودية، تحتاج شباب أنهم يبادرون ويحركون هذه المرافق، مثل المكتبات العامة اللي توجد في كل مدينة، مكتبة عامة في كل محافظة، في كل قرية أحيانا أيضا توجد بعض المكتبات. بالعادة يا عويد احنا كثير نحب الاقتباسات لأنها زي اللي بتسلط الضوء على بعض الأفكار اللي تبسنا، لكن كنت أبغى أسألك متى قررت أنك تحول هذا المشروع من اقتباسات في كتاب إلى مشروع ثقافي؟ والله تقريبا بعد السنة الأولى. طبعا بداية طبيعة الحال أن الواحد إذا بدأ مشروع ما يعرف إيش المستقبل، ولا يعرف أصلا إيش هو ممكن يعني يتنبأ برؤية هذا المشروع. لكن مع التعلم المستمر، مع اكتساب الخبرة، مع يعني المراسلات مع وزارة الثقافة والإعلام للدعم، مشاركتنا في معرض الكتاب كانت نقلة نوعية لنا، في معرض الرياض للكتاب تحديدا كانت نقلة نوعية لنا. الحمد لله بعد ما وجدنا الدعم بعض الجهات والشركات الخاصة اللي عندها خدمات مسؤولية اجتماعية، تحول المشروع من مبادرة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي إلى مشروع معطاء على أرض الواقع ليستفيد منه مئات الأشخاص من الشباب والشابات السعوديين. جميل. عويد قول لي مين اخترت الحين يكون قائم على مشروعك؟ معلش ما سمعت السؤال. مين اخترت انه يكون قائم على مشروعك، انه هو يتولى المشروع كامل؟
نعم، الآن يقوم على المشروع الأستاذ عبد الله الحواس، هو مدير التنفيذي. جميل. وقائم على المشروع تقريبا من عامين، ومع الأستاذ عبد الله فريق عمل ما شاء الله مميز ورائع، الأستاذ أحمد العسيلان، الأستاذ مها السكيري، الأستاذ المنذر الرشيدي، ويعني نخبة من الشباب والشابات السعوديين لله الحمد، هم اللي يقودون الفريق. جميل جدا، عيد إن شاء الله من نجاح لنجاح، لكن أبغى أعرف إيش هي خطتك المستقبلية لإضافة الأشياء الجديدة لمشروعك؟ والله بداية المشروع ليس شخصي، المشروع يعني أنا أسسته، لكن القائمين عليه الآن شباب مميزين، هم جزء من هذا النجاح. تقريبا إدارة الفريق بحدود 10 أشخاص. ما شاء الله. عويد، يعني أبغى أعرف إيش أنواع الكتب اللي تحب أنك دائما تركز عليها وتحولها إلى هذا المشروع الثقافي، وإذا كنتوا مثلا تستعينوا بكتب أجنبية وتحاولوا أنكم تترجموها؟ والله موضوع الترجمة مهم جدا، وصراحة نقل المعرفة من حضارات إلى حضارتنا جدا مهم، لكن إلى الآن ما طرقناه، لعل الجهات القوية تطرق هذا الجانب، لأنه يحتاج للجهد ويحتاج للمال، وقد لا تتوفر عندنا الإمكانات اللازمة لهذا الأمر. احنا نركز أيضا كثير على مسألة الكتب الخاصة بالأطفال، عندنا مبادرة خاصة اسمها الطفل يقرأ، تركز على أدب الطفل، كيفية قراءة الأطفال، كيفية أن يقرأون الأسر لأطفالهم، يحفزونهم على القراءة، يعني ينتزعونهم قليلا من الأجهزة الذكية ويرجعونهم إلى المكتبة، فهي التي تصنعهم المكتبة. طيب عويد، يعني وزارة الثقافة والإعلام قامت بتكريم مشروعك، المشروع الكتاب هذا، لكن كمان كانت موجودة في 5 مشاريع أخرى، لو تكلمنا يعني لو عندك فكرة عن أصحاب المشاريع وش هي مشاريعهم، وإذا في تواصل بيناتكم حتى الواحد يقدر يثري من خططه المستقبلية أكثر. جميل، فعلا النادي تقريبا هو المشروع، نادي كتابي هو المشروع الوحيد اللي حصل على جائزتين، الأولى من وزارة الثقافة والإعلام، والثانية جائزة الملك خالد وتسلمناها من سيدي خادم الحرمين الشريفين. في جائزة وزارة الإعلام كان النادي ضمن 5 مشاريع فازت كأفضل مشاريع ثقافية تطوعية في المملكة. فيه مشروع أصدقاء القراءة للأستاذة سارة الحميدان، فيه مشروع كتبجي للأستاذ أحمد، فيه حقيقة لا تذكرني تحضرني بعض المشاريع، في مشروعين آخرين ما ذا ناسي أسمائهم تحديدا، لكن عادة التواصل بين الفرق التطوعية موجود، لكن مش فعال يعني بالطريقة اللي ممتازة أو اللي نأملها، لأن كل واحد إما مشغول بحياته الشخصية أو بمشروعه، فمسألة التواصل الثاني يعني قد تكون أمور إضافية إلى الآن صراحة إحنا مقصرين فيها. جميل، طيب عويد لو تقول لي مين من الفئات العمرية اللي شدهم هالمشروع، حسيت أنه جذبهم، حسيت أنه في تواصل كبير بينك وبينهم ويطالبونك كمان بترجمات وبكتب جديدة؟ جميل، طبعا حقيقة يعني على مستوى المملكة الشباب والشابات، والشابات لهم الحظ والنصيب الأكبر في التفاعل، في الحضور، في القراءة. أنا أشعر أن القارئات هم أكثر الناس يعني من حيث الأعداد، قد نختلف أو نتفق من ناحية ما هو نوع القراءة أو عمق القراءة ما بين الذكور والإناث، لكن أشعر أن الإناث هم الأكثر اهتماما بالقراءة، هم الأكثر تفاعلا مع الأنشطة المعرفية ومع الأنشطة الثقافية عموما، وربما أيضا باقي الأنشطة الاجتماعية. هذه الشريحة تقريبا اللي وجدنا أنها هي اللي أكثر تفاعلا. عويد أنا أبغى أطلب منك طلب، تعمل يعني حسابك للناس اللي زي ما يحبوا القراءة كثير يحبوا يسمعوا، فإذا ممكن تعمل لنا كتب تكون مسموعة كلك من الشاكرين. والله نتشرف بإذن الله، حال يعني ما وجدنا الفرصة والإمكانات اللازمة، بالعكس بنحرص على هذا الموضوع، وبيكون إهداء لكم في البرنامج، ومع أنه حاليا موجودة أيضا مشاريع ومبادرات نوعية قائمة متخصصة في هذا المجال. صحيح. لكن ممكن احنا نطرق هذا الباب. شكرا لك يا عويد، وإن شاء الله من المزيد من التوفيق. مشاهدين احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل.